أبي مسر وأنا مغترب والمال لا يكفي إلا بيتي وليد مني مال، هل أنا عاق إذا لم أعطيه شيئا ولو قليلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه قال الله عفوا قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا قل له يا أبي توسع الله علي سأعطيك بإذن الله. أو عندنا الحديث الآخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإذا كان الأب سريا لكنه طماع والولد دخله قليل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.